السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعاً أصدقائي المتابعين. هذه أحد أدوات التخييم والمشي المسافات طويلة ولوازم النجاة في الجبال والغابات وفي أماكن الترحال، وهي تستخدم كسكين ومنشار وتأتي بهذا الشكل، وهذا اسم الشركة موسي أوك، وهي أداة متقنة الصنع وثقيلة وجيدة وقوية متينة، وتأتي بثلاثة أنصال، نصل خشن كثيرا ونصل ناعم ونصل متوسط. وهذا هو بيت المنشار أو السكين، وهذا هو النصل الخشن المتوسط، وهذا النصل الناعم الشبيه بالمنشار الناعم أو بالسكين، استخدم كسكين، أي أنك لست بحاجة إلى سكين، يمكنك أن تحمل هذا المنشار معك كأنه سكين أو منشار في أماكن التخييم والترحال. وهذا هو الخشن الكبير، النصل الخشن الكبير يستخدم للنشر والتقطيع، ومن هنا يفتح ويغلق، يقوم بالكبس ثم بسحبه، سوف أقوم بسحبه الآن. وهو يأتي بهذا الشكل، إنه كبير، انظروا يدي كبيرة ولكن إنه رائع وخفيف الوزن، وزنه لا يزيد عن نصف كيلو. يفتح ويغلق من هنا، هذا النصل الناعم، انظروا ما أنعمه، وهذا النصل المتوسط، وهذا هو بيته أو الكفر. هذا هو، أنصح به بشدة، فهو متين وقوي وخفيف الوزن، ويعمل كسكين أو كمنشار، أي توفر على نفسك لو كنت ذاهب بنسة طويلة في غابة أو جبل كما أفعل أنا، يمكنك أن تحزمه مع أغراضك نيابة عن سكين أو منشار، وهو يعمل كوظيفتين في نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.